السلام عليكم خوتي. السلام عليكم خوتي. في هذا الفيديو ان شاء الله هنحاول ما امكن نجاوبوا على السؤال كيفاش نعمل باش نحصل على واحد النقطة متميزة في الاسئلة. اول حاجة دونك خصنا نقسموا لي موديل من امور معينة. اول حاجة نبداو لي موديل كيفي بارتي ديال الرياضيات. عندنا جوج، عندنا اناليز ماتيماتيك، اناليز ماتيماتيك، وعندنا لا ستاتيستيك، ستاتيستيك ديسكريبتيف. هاد جوج ديال لي موديل توتالمون ديفيرون. علاش؟ لان الاناليز ماتيماتيك غنهضروا على الدوال، غنهضروا على الدوال، خصك شويش ديال لي باجاج شحال هادي، يعني خصك شويش ديال لي باجاج دومين دو ديفينيسيون، كيفاش تشتاق، كيفاش طبعا انك تحسب لي ليميت، لان ثلاثه الامور الاساسيه هو انك كيفاش تعرف الدي تو اف، كيفاش تعرف لا ديريفاسيون، كيفاش تعرف لي ليميت. هاد ثلاثه الحاجات اذا بديتي بيهم مزيان، وتا اذا ما كنتيش فاهمهم مشي راجعهم، لان ماشي معقده بزاف. وبدا طبعا لي كور ديالك عادي، لان الاناليز ماتيماتيك ماشي صعيبه. بالنسبه لا ستاتيستيك ما تنساش لا كوريكسيون ديال لي زيكزامان اللي فاتوا، لان كتعطيك نظره على البروف كيفاش طبعا كيعمل لي زيكزامان ديالو، كيفاش النظره ديالو على الامتحانات، لان النظره د الامتحانات ولا الطبيعه د الامتحانات كتختلف من جروب لجروب. لا ستاتيستيك هي ماده سهله بزاف، لا ستاتيستيك ديسكريبتيف الناس كيضربوا فيها 19 20 هذه، لا ستاتيستيك ديسكريبتيف هي الاحصاء. الاحصاء طبعا ماده سهله بزاف، كتحتاج فقط الماكينه الحساب الكالكول، وحفظ القواعد ديالك والبراتيك بزاف، براتيك بزاف، يعني اكزرسيس الاولاني الثاني الثالث الرابع. وان شاء الله طبعا هذه الماده ما تخافش منها، لان من بين اسهل المواد في الليسونس كامله هي لا ستاتيستيك ديسكريبتيف. هاد جوج ديال لي ماتيير، هذا دوغري ديال الصعوبه ديالو زايد على هذا، هذا سهل، ماشي سهل يعني انه مفهوم من راسه، لا، هذا كيحتاج للخدمه فقط، البراتيك، تمرين 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 مور تمرين مور تمرين مور تمرين، عتولي لك لا ستاتيستيك طبعا في حل اناليز ماتيماتيك كما قريتوها طبعا في الثانوي، كتحتاج شويه ديال الخدمه. مشيو للتمارين بالنوعيه ديال البروف، باش على الاقل تبقاو اونكادري، تبقاو مؤطرين في ديك الطريقه ديال البروف. دونك اناليز ماتيماتيك لا ستاتيستيك. نمشيو لاوتر تيب طبعا، اللي هي طبعا النظريه. عندنا المانجمنت، مانجمنت، وعندنا انتروديكسيون عليكم، وعندنا لا تيرمينولوجي. هادو ثلاثة دو مواد بيغمو نظريا. شنو المعنى نظريا؟ انها كتحتاج شي بركة ديال الفرنسي، شي بركات فرنسي، يعني ماشي انك تكون كتميتريزي فرنسي، وكتحتاج للخدمة، يعني انك تقرا الكور ديالك، تقرا الكور ديالك، ما قدرتيش تقرا الكور ديالك قرا الريزومي. المانجمنت هي مادة مهمة بزاف، مادة في علم التدبير، غتحاول ما امكن تقربك لونتربريز، شنو كاينه في لونتربريز اكسيتيرا، غتحاول ما امكن انك تبني لك تصور على العالم المهني ديالك. كتحتاج شي فحال كنقولوا هذه غتفتح لك عينك على العالم ديال لي زونتربريز اكسيتيرا. هذا عالم الاقتصاد، السوق، الاثمنه، لو طو دانفلاسيون، بزاف د الامور، غتحس براسك بانك بديتي كتفهم داكشي ديال ليكونومي. لا تيرمينولوجي ايكونوميك طبعا، كل بروف وكيفاش كيقريها، كاين اللي كيهضر على لا ميثودولوجي ترافاي يونيفرسيتير، كاين اللي كيهضر على لي نوسيون ايكونوميك، كل واحد طبعا كيفاش كيشوف. اهم حاجه بان هاد لي تخوا موديل هما سو سون دي موديل بيرمون تيوريك، كيحتاجو شويش دو فرونسي، ماشي كيحتاجو فرونسي يعني اذا كنت ضعيف في الفرنسي راه ما عجبش، لا، كتحتاج انك تو ترافاي لا لونغ، يعني انك تقرا الريزومي ديالك، تحاول تحفظ شي جمل منه، تحفظ لي موكلي، تفهم المعاني، لانك اذا فهمتي الحاجه غتعطيك الكانه انك تقرا الريزومي ديالها. فهمها بالعربيه اذا كانت عندك صعوبه في فرنسي، فهمها بالعربيه باش ملي تجي تقراها بالفرنسي تبقى تقاتمها باش تفهمها. عندنا اناليز ماتيماتيك ستاتيستيك، عندنا مانجمنت انتروديكسيون اليكو، عندنا تيرمينولوجي، كتبقى لنا طبعا الماده ديال لا كونتابيليتي هي واحد الماده المحاسبه، هي ماده ممتازه جدا.
هاد لا كونتابيليتي هي مادة جديدة عليكم؟ يعني حتى واحد ما يقول لي بأن راه صعيبة ولا لأنك عتبداها من الزيرو. لا كونتابيليتي طبعا شنو كتعطينا؟ كتعطينا من بين لي كومبيتونس اللي خصنا تكون عندنا هي القابلية ديال التمارين المتنوعة، لأن الكونتابيليتي نقدر نقول بأنها أطول مادة في السوق.